أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، يعني نية الدخول في النسك ليس لبس الإزار والرداء. والثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة من زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وطواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة، ولا يعني يضحك عليك أحد، ويسمى طواف الزيارة لأنه كالزائر لأنه خرج للحل ورجع إلى الحرم، ويسمى طواف الإفاضة لأنه لابد أن يقع بعد الوقوف بعرفة. فكل طواف قبل الوقوف بعرفة ليس ركن من أركان الحج، ممكن ركن من أركان العمر لأنه متمتع، مفهوم؟ وسعي الحج، هذه أربع أركان مهمة جدا تضبطها إخواننا، مهم جدا عبادتك ما تضيعها، تعرف أركان العبادة حتى تضبطها. وقلنا لهذا يضحك بعض الناس على البعض في ماذا؟ في الجهاد، وقال الجهاد لا يحتاج لا أركان ولا شروط ولا شيء، وبسم الله توكل على الله الآن، ها البس ثوبك ولا البس كفنك واطلع. فين؟ قال عملية انتحارية. طب لماذا أنا في عملية انتحارية وأنت ما تذهب؟ قال والله أنا عندي شغل. عندك شغل؟ هي نعم. طيب لماذا يبيع السعودي ب$250؟ لماذا؟ يعني في أشياء إخواننا فيها لعب. هذا الدين، تريد أن تجاهد جهاد حقيقي، إذا لابد تدرس ما هو الجهاد، وتسأل العلماء، تسأل العلماء عن العقيدة، تسأل ابن باز رحمه الله عن العقيدة وتأتمن في العقيدة. صح، لو قال الشيخ بن باز مسألة في الأسماء والصفات تقبلها منه، لماذا لا تقبل منه حكم فقهي في الجهاد؟ هذه مشكلة. إذا تأتمن على العقيدة ما تأتمن في مسألة فقهية. وإذا كان هناك شيء، وما نعني كبار العلماء، لو كان هناك شيء هو عليهم، وكما يقال العوام ضعها في رأس عالم واطلع منها سال، وأقول يا رب أنا حدث نفسي بالجهاد وهؤلاء منعوني. صح، هي نعم، ولو كان هناك شيء فهو عليه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. سبحان الله إخواننا، الإنسان إذا عنده تجارة يبغى يتاجر يسأل أين وكذا وكذا وكذا، صح ولا؟ لو رايح الصين أنت الآن مثلا تسأل عن العملة ومن فين اشتري وكيف اشحن وما هي كذا، وتدخل على المواقع وما تصدق هذا وتسأل هذا وهذا. أما العمرة قال يا عمي مع القوم، صح، ولا أدري عن شيء. وبعد الحج يجي يسأل، بعد ما ينتهي الحج يجي يسأل يقول والله تركت الوقوف بعرفة. إيش؟ قال تركت الوقوف بعرفة. وإيش صنعت؟ قال ذبحت. ذبحت إيش؟ قال ذبحت شاة. شات إيش؟ قال جبران. يجبر إيش؟ وقف بعرفة ما يجبره شيء، يجبره ما يجبره شيء. قال طيب إيش يسوي بحج؟ العلماء، بعض العلماء من مشايخي رحمه الله بعد الحج ما يتكلم في الحج، الشيخ يأتي الأسئلة وقال يقول لا حج السنة القادمة، إذا عندك سؤال حج السنة القادمة، لا تسأل بعد الحج، تأديبا للناس. لماذا يا أخي لا تسأل قبل الحج؟ والآن بدأ لك أنك تسأل، وبعضهم بعد 6 سنوات يسأل، 6 سنوات بعد ما ينتهي الحج يسأل، يقول والله في الحج ما صنعت كذا، طفت 5 أشواط بالبيت ومشيت. الله المستعان. غيره، صفة التيمم، ينوي بقلبي، يسمي، يضرب ضربة واحدة على الأرض، تراب، طين، رمل، حصى، صخر، ثم يمسح الوجه ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى. نعم، أيوة أسمع، مبطلات الصلاة 8 يقول. وقلنا مهم جدا نعرف المبطلات، والعلماء ينوع لك حتى تنشط ذهنيا. قال نواقض الإسلام، نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة، محظورات الإحرام، مفسدات الصيام أو المفطرات. صحيح؟ نعم. لماذا؟ حتى
ذهنيا تنشط، مفهوم؟ ما يمشي لك على وتيرة واحدة حتى يعني ذهنك ما شاء الله يتنشط. وقال مهم جدا، ثاني مرة أمس أنا رتبتها لك، الكلام العمد مع العلم والذكر والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، والانحراف الكثير عن القبلة وانكشاف العورة والضحك والأكل والشرب وانتقاض الطهارة، وما أنت بأول سائر غره قمر يخرج منك ريح. إيش المشكلة؟ ضع شماغك على أنفك كأنه يعني ميكروعاف وكذا واخرج، أما تكمل الصلاة وقد خرج منك ريح، لكن ما تخرج إلا إيش؟ 100% يقين، لا لعب بك الشيطان، مفهوم؟ حتى تسمع صوت الخارج، أما بطنك تقرقر قل لها قرقري أو لا تقرقري، ما أخرج من الصلاة، مفهوم؟ أي نعم يا إخواننا، الوساوس هذه لابد تقطعها، وإلا أنت مجنون لا تصلي. انتبه يا شيخ فتح عيونك. طيب غيره ماذا أخذنا؟ ها يا أخي، نعم أخذنا فروض الوضوء، وقلنا فروض الوضوء أربعة ذكرت في الآية، الوجه مع المضمضة والاستنشاق، واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس لا غسل مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، مع الترتيب والموالاة، يرتب كما رتب الله الموالاة لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله وقد جف، وهذا يكون في الغالب في وقت الصيف. تمام اجلس ما شاء الله، فقط هذا بقية ما يشارك إخوانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي ما شاء الله، أخذنا صفة الصلاة على الميت، وقلنا يكبر التكبيرة الأولى، الأربع تكبيرات كل تكبيرة تقوم مقام ركعة، كل تكبيرة ركن، لو كبر ثلاث ركعات الصلاة إيش؟ باطل. يكبر التكبيرة الأولى ثم يستعيد يبسمل يقرأ الفاتحة بدون دعاء استفتاح، ثم يقرأ ما تيسر سنة. الثاني بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بما ورد، ثم التكبيرة الرابعة، ثم يسلم تسليمة وتسليمتين، وله أن يكبر خمسة وسبع تكبيرات. بارك الله فيك. تمام نعم. كم السلام ها؟ السؤال بعد الدرس، الله يرحم والدك، بعد الدرس أسألني جاوبك أنا، أبشر. عندنا المتون العلمية التي أوصى بها العلماء، في طالب جاء للشيخ بن باز رحمه الله وقال يا شيخ الكتب كثيرة وأنا لا أستطيع أطلب علم مطول، أريد تختصر لي العلم. فقال له الشيخ بن باز رحمه الله كتاب التوحيد وبلوغ المرام. إيش قال؟ كتاب التوحيد بلوغ المرام، هذا إيش؟ المختصر المفيد، مفهوم يا أخي؟ يعني تقول أنا أبغى شيء مخفف، هذا هو المخفف، كتاب التوحيد وبلوغ المرام. كتاب التوحيد يا أخواننا، هذا الكتاب له مميزات، منها أن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكتاب القبول في الأرض. يا أخي اسمع، أنت إذا أردت تدرس كتاب أو تحفظ كتاب لازم يكون هذا الكتاب إيش؟ معروف مخدوم. أنا ما أستطيع أخذ كتاب ما يوجد نسخ منه في السوق، ولا يوجد أحد يحفظ، ولا أحد يعرف يشرح لي، ما الفائدة من هذا الكتاب؟ مفهوم؟ أنت لا يعني الآن مثلا هذا الأخ بيشتري سيارة الآن،
فهو الآن في السعودية هنا مثلا، هل يشتري سيارة لا يوجد لها قطع غيار؟ ها؟ مجنوع، لا يوجد لها وكيل ولا قطع غيار. طيب ماذا يصنع؟ ممكن يقول هذا ممكن ما أحد يعرف يغير لك حتى الزيت، صح؟ اي نعم، لكن قال هذا الآخر ما شاء الله يقول أنا بأخذ كامري مثلا، كامري موجودة عندنا معروفة السعودية مثلا، صح؟ تمام. فأنت الآن عندما تريد تحفظ كتاب أو تدرس كتاب لابد تأخذ كتاب إيش؟ اعتنى به العلماء، عناية العلماء بهذا الكتاب هذا فيه إيش؟ إشارة إلى أن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض. تحصل 1000 نسخة منه، صحيح تجد 1,000,000 شرح من صدق أتكلم أنا، مفهوم؟ ممكن تحت كل حجر تجد من يشرح لك هنا في كتاب التوحيد في المملكة ولله الحمد، صح؟ شروحات لا تنتهي، وتسأل هذا قال أنا أحفظ كتاب التوحيد، هذا نحفظ كتاب، تسمع لي قال أسمع لك أنا أريد أحفظ مثله، مفهوم؟ ولهذا يعني لابد أن تأخذ الكتب التي اعتنى بها العلماء. ما يأتيني إنسان يقول والله أريد أحفظ نظم كذا كذا كذا، وين؟ قال ما في نسخة، سحبتها من الانترنت. طيب مشروحة ما هي مشروحة، إيش الفائدة؟ إيش تستفيد؟ صح؟ ستتعب يعني في هذا. لو ضاعت منك النسخة قال يوجد نسخة واحدة يعطيها فلان لنا، طيب إذا فقدت منك النسخة إيش تصنع؟ قال هذا والله نسخ كتاب التوحيد، حتى ممكن في مكتبات الرافضة أجد كتاب التوحيد، صحيح والله يقول في كل مكان الحمد لله أجد الكتاب ولا عندي أي إشكال. إذا أردت أن تحفظ كتاب، تدرس كتاب، تدرس كتاب، ابحث عن الكتب التي اعتنى بها العلماء. لماذا؟ لأنه مخدومة، الخدمة لهذا الكتاب يجعل الأمر عليك سهل في الحفظ، في المراجعة، في الضبط، في الفوائد، مفهوم؟ أي نعم. طيب وقلنا لكم يا أخواننا بن عثيمين رحمه الله، مثلا بن عثيمين رحمه الله هل كان يستطيع يؤلف أصول ثلاثة ثانية؟ يستطيع أو لا؟ يستطيع، يستطيع يؤلف كتاب توحيد ثاني؟ نعم. لماذا بن عثيمين رحمه الله، ابن باز، هؤلاء المشايخ رحمهم الله ما ألفوا وشرحوا هذا الكتب؟ لأنهم عرفوا أنه هذا إيش؟ سبق في الطريق. اللي يسبقك في الطريق لابد تعترف له بماذا؟ بالعلم، وتسير على طريقة يضع الله في علمك البركة. إن بعض الناس يريد يلغي علم المتقدمين ويقول لا ما نريد علم المتقدمين وما نريد كذا، هذا والله لا يبارك الله له في العلم. طبعا أخواننا الشناقطة يحبون من؟ يحبون ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية، ابن مالك. وبينه وبين ابن مالك يعني أشياء كثيرة، حب. فابن مالك رحمه الله في الألفية، هناك ابن معطي الزواوي ألف ألفية قبل ابن مالك. ومن اللي سبق الآن بالألفية في النحو؟ ابن معطي، مفهوم؟ فجاء ابن مالك وكتب في أول الألفية قال فائقة ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي، أي ألفية؟ ألفية ابن مالك. ثم نام، هذا يقول الشناقطة. من نام؟ ابن مالك. ابن معطي ميت الآن. فعندما نام جاء ابن معطي الزواوي إلى من؟ إلى ابن مالك في المنام، قال يا ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من 1,000 ميت. قال أنت الآن حي تتحداني وأنا ميت، ها؟ ما ينبغي هذا لك. قال فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من 1,000 ميت. قال أنت حي الآن تتحداني وأنا ميت. فاستيقظ ابن مالك واستدرك، قال فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله
في درجات الآخرة. رضي ابن معطي العاكف، مفهوم يا أخواننا؟ هذا الذي سبقك في العلم لابد أن تعترف له بالفضل. ولهذا قالوا أن الطالب لا يصح أن ينادي الشيخ يقول شيخ خطأ. لماذا؟ لأنه لابد تعترف له بالفضل، يقول يا شيخنا، مفهوم؟ أي نعم، هذا أقل شيء. فهذا ألف كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عرفوا أن البركة في العلم بماذا؟ بأن نشرح هذه الكتب، نعكف عليها، مفهوم يا أخواننا؟ وبهذا جاءت البركة في الكتب، في العلم، في مؤلفات هؤلاء، ولله الحمد.